هنحط خط كده على نقاط القوه. رقم واحد عندهم جون مارك ماكوسو، رقم 10 ده اخطر واحد عندهم. رقم 2 موزينجا اللي هو الباك الشمال. رقم 3 اللي هو رقم 27 كاسيندو. رقم 4 فابريس نجومه. دول اخطر اربع لعيبه. نعم. اول واحد معانا جون مارك ماكوسو، ده اللي هو المهاجم رقم 10، ده يعتبر من اخطر المهاجمين في قاره افريقيا. لاعب بيعتمدوا عليه كمحطه، كل الفريق بيطلع عليه دايما، بيبنوا الهجمه بيشتغل كمحطه، مهاجم سريع، مهاجم بيتحرك كويس جدا داخل منطقه ال18، بيساعدهم في سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لو بصينا على الفيديو هنلاقي ان اول هدف معانا لجون مارك ماكوسو، هنلاقي ان هو هجمه مرتده نقلهم بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. يعني هو مسته ان هو راجل محطه، يعني قوي بينزل لتحت زي مروان محسن كده، يلعبوا عليه والفرقه كلها تطلع، وفي نفس الوقت سريع وهداف. عايز اقول لحضرتك ان هو معدل محاولاته في المباراه الواحده بيوصل 5.25، يعني اكتر من 5 محاولات في الماتش الواحد. ده اكبر معدل محاولات على المرمى في دوري ابطال افريقيا الموسم ده، يعني يعتبر اخطر مهاجم حتى الان في البطوله. لو عرضنا حتى المقارنه ما بينه وما بين، نعرض مقارنته ما بينه وما بين جونيور اجاي المهاجم هنا وهنا، هنلاقي ان جون مارك ماكوسو معدل محاولاته، يمكن اهو ده طبعا لعب 4 مباريات، واجاي لعب 3، لعب 360 دقيقه، اجاي لعب 197، هنلاقي ان هو مسجل 3 اهداف في دور المجموعات بس، ولكن على مدار البطوله مسجل 5 اهداف، ليه هدفين في الدور التمهيدي. نعم. معدل محاولاته 21 محاوله في 4 ماتشات، رقم كبير جدا، ان هو بيروح على الجون 5.25 محاوله، رقم كبير. دقه محاولاته كمان 43%، يعني تقريبا النص، نص محاولاته صح ما بين الثلاث خشبات. اجايه طبعا ما لعبش كتير، الماتش الوحيد اللي تالق فيه اللي هو كان ماتش سيمبا اللي هو جاب فيه الهدف، راح على الجون 3 محاولات، دقه محاولاته 67%. جون مارك فاز بالالتحامات 12، اجايه طبعا في الالتحامات مميز، وكمان اجايه لما ياخد ويلعب اكتر هيتفوق عليه ان شاء الله. دقة التمريرات هنا 70%، جون مارك ماكوسو 80%، حصل على 4 اخطاء. هنلاقي ان جون مارك ماكوسو دايما مميز قوي. لا هنخلي بالنا، هل سعد سمير هينزل معاه لتحت؟ لان هو دايما بيسقط يسحب المدافع اللي هو هيبقى سعد سمير ويفضي المساحه في ظهره للي جاي من ورا. نعم. دي على طول جون مارك ماكوسو هو المحطه اللي كلهم بيطلعوا عليه، يسحب معاه سعد سمير ويفضي المساحه وراه، سواء بقى ورا الباكات، وبعد كده برده في نفس الوقت تلاقيه يدخل يتسحب كده ويدخل جوه منطقه ال 18 ويسجل اهداف. فده يعتبر اهم لاعب عندهم اللي هو جون مارك ماكوسو، خطير جدا.